اليوم راهي في 56,000 الحمد لله كان فيه ردود عكس ما كانت عليه الأوضاع من قبل، باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية أولى أهمية بالغة، والكل يعلم ما حدث هذه الهيئة هذه إلا لخدمة المواطن، لتكفل بمشاكله مآربه، إلا لرفع الغبن عنه. إذا نراه يتبعها وتواجد لهنا في هذا الإطار، هذا تعلق الأمر بالمواطن كمواطن ليطرح مشاكله، والله بمجموعات حركة جمعوية القرى النائية.